السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم مرة تاني مع أحمد علي والخيارات الصناعية. النهاردة هنتكلم عن ناس كتير بتطلب تتعرف على استراتيجيات التجارة في الخيارات الصناعية، وهل فعلا الخيارات الصناعية بتكسب ولا لأ. هنقول مثلا إن إحنا دخلنا على موقع وابتدينا التجارة فيه بـ100 دولار، نسبة الأرباح على الصفقة اللي داخلينها هتبقى 80%، يبقى إحنا دخلنا بـ100 دولار، الربح بتاعها هيبقى 80 دولار قصادها، يعني بعد ما إن شاء الله العملية تنجح هتبقى 180 دولار في الحساب بتاعي بعد ما كنت داخل بـ100 دولار. هنعمل عملية تاني بعديها بنفس النسبة، هنخش بـ100 دولار، هيبقى فيه كمان ربح 80 دولار، يبقى أنا دخلت ابتديت بـ100 دولار، بقى معايا 260 دولار بعد عمليتين من التجارة. العملية التالتة خسرت فيها الـ80 دولار، دخلت بـ100 خسرت فيها العملية دي، وأنا خسرت فيها العملية دي، خلي بالنا دخلت فيها خسرت 80 دولار. اتفضل معايا من 100 اللي كنت داخل بيها 20، وهناك كان قلنا من الاول احنا كان الرصيد بتاعنا قبل العمليه الثالثه 260، خسرنا منهم 80، يبقى انا اتفضل معايا كام؟ اتفضل معايا 180 دولار. 180 دولار انا ببتدي اعمل سحب، وبقى كده في خلال 3 عمليات بقى معايا 180 دولار. طبعا احنا بنتكلم على اساس ان عايز بس اوضح نقطه، انك انت لو عندك عمليتين ناجحين وعمليه لا قدر الله خسرانه، بيبقى انت الخساره بتاعتك برضو ما زلت يعني كسبان فوق راس المال اللي انت ابتديت بيه. دخلت ب 200 دولار ب 100 دولار سوري، وصلتهم في الـ3 عمليات ل 180، ده لو خسرت عمليه منهم. طب واحد بيقول لي طب انا ممكن اخسر 100 دولار من اول عمليه وبقى كده راحت عليا الصفقه. عشان كده احنا بنقول الاستراتيجيات، او انت لو داخل عشان تتاجر في الخيارات الصناعيه، ركز كويس، الصفقه اللي انت داخلها مضمونة بنسبة 100%. طب هو في حاجة مضمونة؟ لو انت عامل السيرش بتاعك والدراسات والتحليل، وعارف مثلا ان الدولار عند القاع او وصل لحد معين، الدولار يورو خلاص هو كده اخر حد ليه، بيبتدي بعد كده ارتداد بيطلع تاني. لو انت متأكد وشايف كذا عملية تحليلية وفعلا متابع السوق، لقيت ان الكلام اللي انت شفته في التحليل بتطبق وبتمشي معاه، يبقى كده العملية بنسبة 99% مضمونة ان هي في الارتداد هيرتفع، فانت بتشتري العملية على اساس ارتفاع، فبتبتدي تكسب من الصفقة دي. طب لا انا مش واثق من العملية دي، وحاسس انها ممكن تكون ايه بنسبة 50%، والتحاليل بتقول لك انا شايف ان ايه اليورو دولار لسه ايه متذبذب او مش ساكت او مش ثابت على موقف، يبقى انا في الحالة دي مش هخش ب 100 دولار عشان ما اخسرش 100 دولار، لا انا هخش ب 25 دولار المينيموم او الحد الادنى للتجارة في الصفقة الواحدة من تحت الموقع، او زي ما يكون 10 دولار 15 حسب كل موقع والبوليسي بتاعته او السياسه بتاعته. طيب عشان نبقى فاهمين كويس تاني الاستراتيجيه اللي بنستعملها، انا لو اي حد دخل على اي موقع محترم بتاع بينر اوبشن وتابع اليورو دولار لمده ساعه، هيلاقي قمتين وقاع او قاعين وقمه، بيبقى في الغالب اللي هو التردد ما بين اليورو دولار، طبعا غير اي عملات تاني بتبقى المتذبذب بيطلع فوق وبينزل طول فترة ايه الترند بتاعه والتجارة بتاعته طول الساعة. انا بستنى لاقصى حاجة ممكن يوصلها في الارتفاع او القمة، دي الاستراتيجية بتاعتي، ان انا ببقى عامل مثلا مثلا ان الدولار هيبقى 1650، انا بستنى ال 1650 دي اللي هي اقصى حاجة ممكن توصل لها، بشوف اللي بعد كده ايه، بلاقيه بيكمل يبقى هو كده خلاص كسر ايه لقيته لا بينزل حسب التوقع، يبقى كده خلاص هو وصل لاعلى حاجه ممكن يوصلها وبينزل، فببتدي اشتري ايه هبوط. والعكس لو انا في الهبوط لقيت برضو ان هو وصل لاقصى حاجه ممكن يوصلها في الهبوط وابتدى ايه بعد كده يعكس، فانا بشتري الصعود وبثبت الصفقه بتاعتي على كده. ارجوكم الناس اللي بتتكلم كتير انها بتربح من الصفقات اللي هي البينر اوبشن 60 ثانيه، مفيش حاجه في البينر اوبشن 60 ثانيه اسمها انك انت بتقدر تتوقع الاتجاه بتاع السوق ايه. بيبقى توقعاتك مثلا 80% 10 صفقات 8% منهم صح و2 غلط، او 5 صح و5 غلط، او حسب بتبقى العمليه، لان دي بتبقى مش محكومه بتحليلات، دي محكومه بحدث او انت بتحس بيه في خلال 60 ثانيه، السهم هيطلع او ينزل. بالنسبه لي انا ما شفتش تحليلات او طريقه تقدر تثبت بيها ال 60 ثانيه. حاجه تانية اللي هو الاوتوماتيك او البينر اوبشن عن طريق البوت او اللي هو المتاجره الاليه، دي ناس كتير بتستعملها، انا مش خبير فيها قوي، جربتها مره بس مش شايف برضو انها بتفرق كتير عن التحليلات
هو بياخد اتجاه السوق، بيشوف ان هو اتجاه السوق او التوقع بيبقى ماشي ازاي، بيقول لك اه اشتري او بيع في اللحظه دي، قد تصيب او قد تخيب بناء على التوقعات بتاعه السوق اللي بتمشي بعد كده، اللي انت ممكن نفسك توصل لها وتعملها مفيش اي مشكله فيها. فانا بقول لكم الخيارات الثنائيه، انا الاستراتيجيه بتاعتي بالنسبه لي بخش دايما على اليورو دولار، بختار يا اما اعلى قمه متوقعه في خلال الساعه او اقل قاع موجود، وبختار منه يا اما صعود او هبوط بناء على التحليلات بتاعتي. مفيش حاجه اسمها انك تخش وتتوقع، مفيش توقع في التجاره الثنائيه زي ما ناس كتير بتفتكر. اه التوقع ده لو في 60 ثانيه ماشي، لكن في على اللونج تيرم او الفتره طويله بيبقى الافضل انك تقرا التحليلات، وده بيديك الصفقه اكتر. يعني انت لو شغال على صفقه متوقع انها هتنزل مثلا النهارده، الفوركس معروف مثلا السهم ده هيجي خبر فهينزل او هيطلع، وانت بتتابع الخبر لقيت ان الخبر ايجابي يعني هيطلع، وبتتابع بتشتري بناء من اللحظه دي ان الخبر بيساعد او السوق هياخد اتجاه صاعد لليورو دولار، والعكس لا ده هيهبط. حاجه تاني، الصفقه التجاره في التجاره الصناعيه مش بكثر الصفقات، بعدد الصفقات الصح اللي في الوقت الصح انك تعملها في الوقت اللي السوق فيه انت مالكه مش السوق اللي مالكك، تبقى انت عارف كل المعلومات عن زوج العملات او عن الاسهم اللي انت بتتاجر فيها. ما ينفعش انك تخش تتاجر في عملات انت مش عارف اتجاهها هابط او صاعد او اي حاجه عنها. حاجه تاني برضه هساعدكم في انكم تعرفوا اتجاه العملات، انا لما بخش على طريق البروكر بتاعي اخش اشوف مثلا يورو دولار، بعمل حاجه تاني بجيب تاريخ الصفقات كلها اللي معموله في نفس اليوم خلال مثلا 7 ساعات فاتوا او من ساعه ما فتح التجاره في اليوم ده. فبشوف اليورو دولار مثلا 1650 1680 1700 نزل طالع، بشوف كل صفقه قبل او صفقتين الاتجاه بتاعهم ايه، وتوقع السوق اللي كان متوقع اللي هو التحليل بتاع النهارده ايه. اه ده هو لو وصل 1700 مثلا هيرتد وهيطلع تاني ممكن يوصل 1800، فاول ما وصل 1700 انا بقوم مشتري. لا ده لو هو وصل 1700 مثلا ونزل سنه اه ده هيعمل هيرتد لقاع هيكمل هبوط، يبقى انا كده بكمل من عند الحد ده واقوم بقول ان هو هيهبط. يعني على قد ما تقدروا حاولوا انكم تبقوا فاهمين انتوا هتعملوا ايه قبل ما تحطوا فلوسكم في اي صفقه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع احمد علي والتخيلات الثنائيه.